لفتح ملف عمالة الأطفال في العراق تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة مرحبا بكم. يعني انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في بلد غني مثل العراق يتمتع بموارد هائلة، ماذا يعني ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. انتشار هذه الظاهرة في العراق وتفاقمها بالشكل كما يحدث الآن في العراق يدل على أن العراق لا يطبق القوانين سواء المحلية أو الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، ومنها اتفاقية إعلان حقوق الإنسان، إعلان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتفاقيات حقوق الأطفال التي وقع عليها أيضا العراق، وأيضا لم يطور حتى القوانين المحلية من أجل أن تحمي حقوق الأطفال في العراق ويعني توفر لهم المناخ اللازم الذي يؤمن الظروف التي تساهم في تنمية الأطفال، تعليمهم بالطريقة الصحيحة، تربية الأطفال، رعاية الأطفال من أجل أن يحصلوا على مستوى من التعليم يؤهلهم ليكونوا أفراد عاملين في المجتمع ومساهمين في بناء المجتمع، بدل أن يتجهوا إلى العمل في هذه الظروف المعروفة القاسية التي يعني معروف أن الطفل من الفئة الضعيفة التي يمكن أن يتعرض للاستغلال بكافة الطرق. دكتورة، لذلك تفشي ظاهرة عمالة الأطفال في محافظات العراق وحتى في العاصمة بغداد، هل تتحمل السلطات الحكومية المسؤولية كاملة أم أن هناك ربما يكون هناك توازن في إلقاء المسؤولية؟ بالتأكيد الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة. الحكومة العراقية يعني أهملت الأطفال بصورة كبيرة، لم تطبق يعني أي معيار من معايير ضمان حقوق الأطفال في العراق، ومنها الالتزام بمجانية التعليم مثلا والإلزامية التعليم. الطفل لا يحصل على التعليم الكافي ولا أصلا يعني يتم تسجيله في المدارس، وذلك أدى إلى تسرب العديد من الأطفال وبالتالي اتجاههم نحو العمالة. إضافة إلى ذلك الظروف المعيشية للأسر التي الحكومة العراقية المسؤولة الأولى والأخيرة عن الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العراق، والتي أدت إلى أن يتم يعني الاعتماد بعض الأسر أن تعتمد على الأطفال خاصة الأيتام منهم الذين لا يملكون معيل ويريدون أن يحافظوا على يعني عوائلهم وأسرهم، بذلك يتجهون للعمل وحتى العمل بأعمال قاسية من أجل أن يوفروا لقمة العيش لأفراد أسرهم التي تمنعهم حتى يعني ظروفهم من أن يمكنهم أن يحصلوا على فرصة للعمل. إضافة إلى ذلك عدم حصول الأطفال حتى على الأوراق الثبوتية خاصة النازحين، والذي يؤدي ذلك إلى تسرب هؤلاء الأطفال وبالتالي من المدارس وبالتالي اتجاههم نحو العمل في ظروف سيئة. طيب دكتورة فاطمة، يعني لماذا تغيب برامج إعادة التأهيل والدعم لهذه الشريحة الضعيفة من المجتمع؟ أليس من المفترض أن تكون هناك برامج لإعادة تأهيلهم وبالتالي يصبحون يعني فاعلين داخل المجتمع العراقي؟ الحكومة العراقية يعني تهمل هذا الجانب بصورة كبيرة ولا تعير له أي اهتمام. المسؤولون الذين هم الذين يترفدون في الدولة والذين يسيطرون على مفاصل الدولة في أسفل أولوياتهم هو خدمة المواطن العراقي ومنها فئة الأطفال. لو كانت هناك في الحكومة يعني عناصر وطنية تحاول تقديم خدمة لهذا الشعب ولديها برنامج وخطط لتنمية المجتمع للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها وخاصة الأطفال منهم، لما بخلت كما تفضلت يعني ببرامج للتأهيل، برامج للتوعية، برامج للتنمية المجتمع، ومنها كيفية الحفاظ على أهم فرد في المجتمع والذي هو مستقبل العراق الذي هو الطفل. بل على العكس من ذلك، المسؤولون الآن في الحكومة وقبلها من الحكومات يعني مشغولون بمصالحهم ومنافعهم الشخصية
أو بمنافع الأطراف الدولية الأجنبية التي تستغلهم وتستخدمهم من أجل تنفيذ أغراضها في العراق وفي الإقليم دون مراعاة يعني أولويتهم التي هي التي جاءوا من أجلها وحصلوا على هذه المناصب وهي خدمة الشعب العراقي. دكتورة فاطمة، الدولة تقف متفرجة وفي ذات الوقت تسمح لأعداد كبيرة من الأطفال بأن يتوجهوا إلى سوق العمل، هذا كله يحصل خارج نطاق القانون، هل هذا يهدد مستقبل العراق؟ نعم بالتأكيد. يعني الآن من هو يعني العمود الأساسي لمستقبل العراق؟ هم الأطفال الذين سوف يكبرون ويمثلون يعني هذا المجتمع. إذا كان هؤلاء الأطفال ضعفاء، لم يحصلوا على تعليم كافي، لم يحصلوا على تربية أو تعليم كافي، يعني منشغلين فقط في الحصول على لقمة العيش، كيف يمكن أن يكون مستقبل العراق مع العلم أن هؤلاء طبعا إذا كانوا يعملون يعني أنهم متسربون من المدارس، يعني أنهم لن يحصلوا على تعليم كافي، كيف يمكن لهؤلاء الأطفال أن يحموا مستقبل البلد، أن يساهموا في تنمية وتطوير العراق، كيف يمكن أن يبنوا مستقبل العراق وهم يعني ليست لديهم أي يعني مبدأ أو أساسيات لكيفية بناء الوطن. إذن مستقبل العراق واضح أنه سوف يكون أسوأ من ما هو عليه الآن. الآن هناك بعض الذين حصلوا على تعليم ووصلوا إلى مستوى من التعليم بغض النظر عن حصولهم على وظائف أو غيرها، ولكن الأجيال القادمة التي سوف لن تحصل على التعليم، وبالتالي حتى أن السيطرة أو حتى أن يعني انزلاقهم في إلى العنف وإلى الجريمة سوف يكون أسهل، إضافة إلى استغلالهم، استغلال طاقاتهم، استغلالهم في التجارات المربحة منها تجارة الأطفال أو غيرها من أنواع الاستغلال، استعبادهم، انضمامهم إلى الميليشيات، كل هذا سوف يهدد مستقبل العراق ويدمر مستقبل العراق. طيب دكتورة، نحن فتحنا يعني ملف أزمة عمالة الأطفال، وإذا أردنا أن نوجد الحلول العقلانية المنطقية، ما هي الحلول من وجهة نظركم لحل مشكلة عمالة الأطفال إذا أردنا أن ننطلق، فمن أي نقطة ننطلق دكتورة؟ دائما رأس السمكة هو مصدر فساد أو يعني على العكس من الفساد هو تطوير ومستقبل مشرق للعراق. إذن الحكومة العراقية هي الأولى التي يجب أن تكون مؤلفة من أشخاص وطنيون يهتمون بمصلحة المواطن، لديهم مشاريع ولديهم خطط تعمل على استثمار طاقات في العراق وحماية أمن وسلامة العراق، ومنها أطفال فئة الأطفال الضعيفة. ولذلك وجود هؤلاء الأشخاص هو الذي سوف يحمي الأطفال ويضمن لهم حقوقهم وسوف يساهم في تنمية العراق. عكس ذلك جميع الحلول هي حلول ترقيعية سوف تنتهي يعني وتتبخر مع الوقت. الحل الأول والأخير هو أن تكون هناك حكومة وطنية ترعى مصالح الأطفال. عبر سكايب من لندن، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.